أنه يجوز للوالد أن يعطي زكاته لولده، الوالد من أب أو أم، يعطي ولده من ابن أو بنت من الزكاة في حالين، في حال عدم وجوب النفقة أو عدم القدرة على الإنفاق، والحالة الثانية في كونه يعطيه فيما لا تجب عليه فيه نفقة كسداد دينه الذي ترتب في ذمته بسبب غير تقصير في إنفاق. بارك الله فيكم.